لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى من كتاب الإبانة الكبرى لابن بطة رحمه الله تعالى، باب ما روي في جهم وشيعته الضلال وما كانوا عليه من قبيح المقال. روى بسنده رحمه الله عن أبي بكر الأثرم قال: وذكرت لأبي عبد الله أي الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله إبراهيم ابن إسماعيل ابن علية، فقال: ضال مضل، يعني ضال في نفسه، إذا آذن بالله عقيدته عقيدة جهم، وهي عقيدة كفرية. مضل أي يضل غيره، يسعى لإضلال غيره. ومثل هذا ينبغي أن يبين أمره، وكذا أيضا أن يفضح حاله، أن يفضح حاله حراسة للشريعة وحفاظا على دين الناس، لأن لكل ساقط لاقطة، ومن جلس إلى الناس أخذ الناس عنه، فمن كان ضالا فينبغي التحذير منه. ثم قال: رحم الله سليمان بن حرب، ذكر عنده رجل فسئل عنه فقال: سليمان يجيء إلى من ينبغي أن يقدم فتضرب عنقه فتذكره؟ قال أبو عبد الله: للذي ذكر إبراهيم ابن إسماعيل، ولكنك أنت تذكر. ثم سكت، يعني أشد من هذا عياذا بالله. وإبراهيم بن إسماعيل بن علية كان جهميا خبيثا، قال فيه ابن حجر: جهمي هالك، كان يناظر ويقول بخلق القرآن. مات 18 و200، وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو الحسن العجلي رحمه الله: إبراهيم بن علية جهمي خبيث ملعون. وكما ذكرنا، كل هذا من النصيحة للدين. وبسنده رحمه الله عن أبي الحارث الصائغ قال: وقلت لأبي عبد الله أي الإمام أحمد: إن أصحاب ابن الثلاج نلنا منهم ومن أعراضهم، فنستحلهم من ذلك؟ قال: لا، هؤلاء جهمية من أي شيء يستحلون. فذكر الإنسان بما فيه من ورائه هذه غيبة، ولكن هذه الغيبة المحرمة استثنى منها العلماء مواضع، منها جرح الرواه، منها جرح الرواه، فمثل هذا مستثنى من الغيبة المحرمة نصيحة للدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. فجرح الرواه وكذا أيضا تبيان حال هؤلاء الضلال المبتدعة، هذا من النصيحة الواجبة ومن الغيبة الجائزة، ومن ثم فلا يستحلون من ذلك، وإنما ينبغي أن يفضحوا حتى يحذرهم الناس.
قال الله سبحانه وتعالى لأهل الكتاب: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وبسنده عن محمد بن بشار العبدي قال: سألت عبد الرحمن ابن مهدي أن يصف لي صورة سفيان الثوري فوصفه لي، فلما مات عبد الرحمن سألت ربي أن أرى سفيان في المنام، فرأيت في المنام على الصفة التي وصفها لي عبد الرحمن ابن مهدي، فقلت: يا أبا عبد الله، ما فعل الله بك؟ قال: صرت إلى رب أعطاني ما لم أؤمله. فقلت: ما في كمك؟ قال: در وياقوت وجوهر. فقلت له: ومن أين لك هذا؟ فقال لي: قدم روح أحمد ابن حنبل، فأمر الله تعالى جبريل أن ينثر عليه الدر والياقوت والجوهر، فهذا نصيبي منه، رحمهم الله تعالى. فعبد الرحمن بن مهدي إمام، وسفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، والإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، إذ أقامه الله عز وجل مقاما عظيما نصر الله به السنة ورفع لواءها، وانتصرت عقيدة أهل السنة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ودحر الله عز وجل المعتزلة وأهلك رؤوسها، والحمد لله رب العالمين. وبسنده عن الحسين بن الحسن السيرواني، وهو رجل قوته في كل شهر 5 دوانيق فضة، يعني يصفه بالزهد أو القلة في المال، قال: رأيت أحمد بن حنبل في المنام، فقلت له: يا أبا عبد الله، ما فعل الله بك؟ قال لي ربي: يا أحمد، هذا وجهي فانظر إليه. وكل هذا مما يستأنس به، فنحن نرجو للإمام أحمد ولسائر الأئمة ولمن مات ممن ينصر الدين ونشر السنة، نرجو أن يغفر الله سبحانه وتعالى لهم، وأن يرحمهم، وأن يرفع درجاتهم في المهديين، هؤلاء الذين نصروا السنة، نرجو لهم ذلك، ولا نقطع بكل هذا إلا لمن قطع له الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما مثل هذه المنامات مما يستأنس به. قال الله سبحانه وتعالى في صفة المؤمنين: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا، يعني حقدا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك غفور رحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم. قال الشيخ أي ابن بطة رحمه الله: فقد ذكرت من أخبار جهم وشيعته، من رؤساء الكفر وأتباعه، من أئمة الضلال الذين انتحلوا الاعتزال، إخوان الشياطين، وأشباه أسلافهم من عبدة الأوثان من المشركين، ما فيه معتبر للعاقلين ومزدجر للمفترين، وذلك على اختصار من الإكثار،
واقتصار على مبلغ وسع السامعين، فإن الذي انتهى إلينا من قبح أخبارهم وسوء مذاهبهم يكثر على الإحصاء ويطول شرحه للاستقصاء، وطويت من أقوالهم ما تقشعر منه الجلود ولا تثبت لسماعه القلوب. وقد قدمت القول فيما روي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله قال: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى وما نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. قال: وصدق عبد الله، فإن الذي تجادل عليه هذه الطائفة الضلال وتتفوه به من قبيح المقال في الله عز وجل تتحوب اليهود والنصارى والمجوس عن التفوه به. ثم قال: حدثتنا أم الضحاك بنت أحمد ابن عمرو ابن أبي عاصم النبيل بالبصرة في دار أبي عاصم النبيل رحمه الله قالت: حدثنا أبي أحمد بن عمرو قال بعض أصحابنا من أهل العلم: كفرت الجهمية ومن ضاها قولها بثلاثمائة آية من كتاب الله عز وجل وبألف حديث أو نحو ذلك من صحاح الحديث التي رواها الثقات المأمونون، لا يختلف أهل العلم والحديث في صحتها. فاحذروا يا إخواني رحمكم الله مذاهب الجهمية أعداء الله، فإنهم أهل شرك وكفر صراح. واعلموا أن مذاهبهم قد اشتملت على صنوف من الكفر وأحاطت بأنواع من الزندقة مفرطة قبيحة، وذلك أنه مالت بهم الأهواء وعدلت بهم الآراء عن محكم القرآن وما بينه الله في كتابه وما شرحه أوضحه رسول رب العالمين في سنته والمأثور عن صحابته المنتجبين رحمة الله عليهم أجمعين، وما كان عليه الإجماع من فقهاء المسلمين رحمة الله عليهم أجمعين. فقالوا: آيات من القرآن على آرائهم، ودفعوا السنن وأبطلوها، وجحدوا آيات من القرآن وأنكروها، فقالوا: إن القرآن مخلوق، مضاهاة لمن قال بذلك وسبق إليه من إخوانهم وأسلافهم عبدة الأوثان من المشركين، حيث قالوا: إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، وأنكروا رؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة، وأنكروا أن يكون لله تعالى وجه سبحانه وتعالى، مع قوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ذو العظمة والكبرياء سبحانه وتعالى، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو هنا صفة لوجه مرفوعة، ويبقى وجه ربك ذو على الرفع، صفة مرفوعة بالواو لأنها من الأسماء الخمسة. الصفة هنا لمن؟ لوجه ربك، ويبقى وجه ربك. وختم الله عز وجل سورة الرحمن بقوله: تبارك اسم ربك ذي، فذي صفة ربك لأنها مجرورة، أما هنا ذو مرفوعة صفة مرفوعة للوجه. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهذا نثبته لله عز وجل على ما يليق بكمال وجلاله سبحانه وتعالى بدون تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تحريف.
وأنكروا أن يكون له يدان مع قوله لما خلقت بيدي، هذا مثنى وهذا نثبت لله على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى، والأدلة على ذلك كثيرة. وأنكروا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، وهذا ثابت والأدلة فيه كثيرة. وجحدوا علم الله تعالى وقدرته مع قوله أنزله بعلمه أي القرآن، فالقرآن من علم الله، وقوله فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه سبحانه وتعالى، وقوله أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة سبحانه وتعالى، ونفوا عن الله الصفات التي نطق بها القرآن ونزل بها الفرقان من السمع والبصر والحلم والرضا والغضب والعفو والمغفرة والصفح والمحاسبة والمناقشة. لفظ المناقشة ورد في الحديث من نوقش الحساب عذب، وأثبتوا لأنفسهم من القدرة والاستطاعة والتمكن ما لم يثبتوه لخالقهم، وزعموا أنهم يقدرون على ما لا يوصف الله بالقدرة عليه، ويخلقون ما لا يخلقه الله، اتباعا منهم لمن أنكر عليه بقوله أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، وزعموا أنهم يفعلون ويقدرون على ما لا يفعلوا ولا يقدروا أو على ما لا يفعلوا ولا يقدروا، ويريدون ويشاءون ما يستحيل أن يكون من تدبير الله ومشيئته، يعني عندما قالوا إن الإنسان يخلق فعله، ولهم أقوال شنيعة عياذا بالله أشنع من ذلك، ويزعمون أنهم يريدون لأنفسهم ما لا يريده الله ولم يشأه لهم خالقهم، فيكون ما يريدون ولا يكون ما يريده ربهم، وأن الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا يريد كون أشياء من تقديرهم وأفعالهم، فيكون ما يكرهه وما لا يشاءه، فيأتون ما يشاءون ويريدون مراغمة له فيما لا يشاءه ويكرهه وإبطالا لمشيئته، لما أجمع عليه المسلمون من أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وما لم يشأ لا يكون. فردوا قول الله ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وقوله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، فقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ومثل ذلك مما قد بيناه فيما قد مضى في كتابنا هذا. وبينا في قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله أن الله سبحانه وتعالى أثبت للإنسان مشيئة وقدرة يقع بها عمله، ولكنها تابعة وتحت مشيئة الله. وكانت الجهمية والمعتزلة الملحدة الضالة بإنكارهم مشيئة الله وجحدهم قدرة الله وتكذيبهم بصفاته وإبطالهم لأسمائه كمن سلف أي مضى من إخوانهم من صنوف الملحدة والمشركين، ومن الثنوية هذه طائفة من المجوس يقولون بإلهين وخالقين، أحدهما يخلق الخير والآخر يخلق الشر. فهؤلاء الضلال قالوا الخير من الله والشر من الإنسان.
فهم مجوس وثنوية من هذا المعنى، حين أكذبهم الله بقوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله سبحانه وتعالى. إذن لا ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. فأثبتت الجهمية المعتزلة الملعونة آلهة كثيرة لا يحصون عددا بعدد البشر، لأن كل إنسان يخلق فعله الشر من الإنسان، ولا يفنون إلى يوم القيامة أبدا، حين زعموا أن كل أحد يستطيع أن يفعل باستطاعته ما يشاء باستطاعة فيه باقية وقدرة دائمة، فأوجبوا الاستغناء عن الله وترك الافتقار إليه فيما أمرهم به ونهاهم عنه، وزعموا أنهم يقدرون على فعل ما علم الله أنهم لا يفعلونه. وعلى ترك فعل ما علم الله أنهم يفعلونه. ومن ضلالهم أنهم زعموا أن الجنة تفنى وتبيد ويزول نعيمها، وأن النار تزول وينقطع عذابها، ردا لما نص الله عليه في كتابه من الآيات التي تكثر على الإحصاء من دوام الدارين وبقاء أهلها فيهما، مثل قوله: وكلها دائم وظلها. وكل ذلك يأتي ذكره في مواضيه وأبوابه إن شاء الله، يعني سيأتي أي يرد على هذه الضلالات. وإنما ذكرت هذه الأقوال من مذاهبهم ليعلم إخواننا ما قد اشتملت عليه مذاهب الجهمية المقبوحة المنبوحة من ألوان الضلال وصنوف الشرك وقبائح الأقوال، ليجتنب الحدث ممن لا علم له مجالستهم وصحبتهم وألفتهم. وهذا هو سبب تصنيف السلف في هذه الكتب، هذا هو السبب، أنهم يوضحون ويبينون قبح هذه البدع وهذه الطوائف بأسمائهم، حتى يحذرهم الحدث الذي تنسك ومن الله عز وجل عليه بالعبادة، يحذر مجالستهم وصحبتهم وألفتهم، ولا يصغى إلى شيء من أقوالهم وكلامهم. والله الموفق. نعم، الله الموفق، يوفق من شاء لما شاء. لذلك العبد يسأل ربه عز وجل الهداية، أن يهديه للصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يوفقه الله عز وجل لعالم على الطريق، يأخذ بيده رويدا رويدا حتى يثبت عليه، ونسأل الله الثبات. وبسنده رحمه الله عن عبد الله ابن أحمد ابن حنبل ابن أحمد ابن حنبل قال: سمعت أبي يقول: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله وفيه أسماء الله، فإذا قال الرجل العلم مخلوق فهو كافر، لأنه يزعم أنه لم يكن له علم حتى خلقه. وقد قال الله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال له رب عز وجل: ووجدك ضالا فهدى، يعني لم كان غافلا صلى الله عليه وسلم عما أوحاه الله إليه، ثم صار عنده علم بما أوحاه الله تعالى له، فالله عز وجل تنزه عن ذلك سبحانه، فهو عليم بعلم، وكان ولم يزل عالما سبحانه وتعالى وبصفاته عز وجل. وقال الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض
ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ألا له الخلق والأمر، فتبارك الله رب العالمين. قال أبي: الخلق غير الأمر، فالأمر هو أمره عز وجل سبحانه وتعالى، والقرآن من أمره سبحانه وتعالى وعلمه عز وجل. وقال: ومن يكفر به من الأحزاب، أي بالقرآن والأحزاب، قال سعيد بن جبير: الملل كلها فالنار موعده. وقال: ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب، وكذلك أنزلناه حكما عربيا سبحانه وتعالى. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. قال أبي: فمن قال بهذا القول لا يصلى خلفه لا الجمعة ولا غيرها، إلا إنك لا تدع إتيانها، إلا إنك لا تدع إتيانها، فإن صلى رجل خلفهم أعاد الصلاة. يعني افترض أن هذا الإمام جهمي، وهذا الإمام ذو سلطان، يعني عينه السلطان، فإنه يحضر الجمعة والجماعة، يقول ثم يعيد، يعني يحكم بكفره. قال: وسألت أبي عن الصلاة خلف أهل البدع، فقال: لا تصلي خلفهم، مثل الجهمية والمعتزلة. وقال: إذا كان القاضي جهميا فلا تشهد عنده. قال: وسمعت أبي يقول: إذا كان الرجل من أصحاب الحديث وأصحاب الكلام فأمسك عن أن يقول القرآن ليس بمخلوق فهو جهمي. وهؤلاء هم الذين سماهم السلف بالواقفة، أي الذين وقفوا، قال القرآن كلام الله ووقفوا، لم يقولوا مخلوق ولا ليس بمخلوق، وقفوا في ذلك، وهذا شك. ولذلك قال الإمام أحمد فيهم: هم جهمية، فلا بد من بعد ظهور هذه الضلالة والبدعة الكفرية، وهي قولهم القرآن مخلوق، أن يقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. هذا هو اليقين. أما إن قال لا أقول مخلوق ولا أقول غير مخلوق، فهذا شك. لذلك قال هم جهمية. والله تعالى أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.